السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني. وصفة اليوم إن شاء الله وصفة نوع من المملحات، وصفة رائعة بعجينة قطنية وهشة، متأكدة كي تجربوها مش رح تستغنوا عليها. سهل التحضير ومكوناتها بسيطة، وأيضا رح نستخدم نوعين من الحشو لأنها تجي محشية. وقبل ما نبدأ وصفة اليوم، إذا كانت أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش ديروا لايك. وبلا ما نطولوا نروح نبدأ في طريقة التحضير مع المقادير. عنا في المقادير كاس تاع حليب يكون دافي، استعملت الكاس اللي هز 200 مللتر، وعنا ايضا بين 3.5 و 4 كيسان تاع فارينة او دقيق ابيض، وعنا ايضا بيضة واحدة، البيض نستخدمه في العجين والصفار ندهنه به من فوق، وعنا ايضا ملعقة ونصف كبيرة تاع سكر، عنا ملعقة صغيرة تاع ملح، وعندنا ايضا خميرة طازجة اللي ما تكونش متوفرة عنده يستبدلها بملعقة كبيرة تاع خميرة فورية او جافة، وعندنا ايضا نصف كاس تاع زيت. نروحوا للحشو. الحشو الاول راح نستخدم فيه اللحم المفروم، عندي 140 غرام تاع لحم مفروم، وعندي ايضا الخضر المستعملة، نصف بصلة ونصف حبة طماطم وفلفلة صغيرة الحجم، وعندنا ايضا البهارات، فلفل اسود فلفل احمر والملح، طبعا البهارات تقدروا تستخدموا واش تحبوا نتوما، وعندنا ايضا ملعقتين تاع زيت الزيتون. بالنسبه للحشو الثاني راح نستخدم فيه البطاطا، حبه بطاطا مسلوقه ومهروسه، وبالنسبه للبهارات عندي فلفل اسود وكميه من النعناع والفلفل الاحمر، وعندي ايضا كميه من جبن الشيدر، وعندي ايضا كميه من الجبن الكريمي. نبدأ طريقة التحضير تاع العجين. نحط الحليب الدافي هو الأول، ومن بعد نزيدوا له السكر، ونزيدوا أيضا بياض البيض، ومن بعد نحط الخميرة. طبعا أنا قلت لكم هنا استخدمت الخميرة الطازجة، اللي ما تكونش متوفرة عنده يستبدلها بملعقة كبيرة تاع خميرة فورية. ومن بعد نحطو تانا الزيت ونخلطو الخليط تاعنا مليح حتى المكونات تتجانس في بعضها. ومن بعد نزيدو الفارينة تاعنا كيما تشوفو، تزيدو في الأول 3 كؤوس فقط، ومن بعد تزيدو فوقها الملح وتخلطوا مليح الخليط تاعكم حتى تتلم لكم العجينه، وتشوفوا يعني القوام تاع العجينه كيفاه جا. يعني هنا الفرينه تزيلوها تدريجيا لانها تختلف الكميه تاعها حسب حجم البيضه اللي استخدمناها في الوصفه، وحسب ايضا نوعيه الفرينه وكل فرينه ودرجه الامتصاص تاعها. ومن بعد نلموا العجينه تاعنا حتى تتلم لنا، ندلكوها شويه بيدينا كيما تشوفوا. هنا ما استخدمتش الفرينه تاعي كامله، والعجين هذا هو القوام تاعو، تجي عجينه طريه بصح ما تلصقش في اليدين كيما تشوفوا. ومن بعد نخليو العجينه تاعنا تريح لمده ساعه ولا نصف ساعه، يعني حسب حراره الجو، حتى يضعف الحجم تاعها. وفي الوقت اللي نستناو فيه العجينه تاعنا تطلع، نروحو نحضروا الحشو تاعنا. نبداو بالخضر هما الاولى، تقطعوهم الى قطع صغيره جدا كيما تشوفوا، ومن بعد نجيبوا اللحم المفروم نحطوا له البهارات اللي هي فلفل اسود والملح والفلفل الاحمر، وتقدروا تانا تزيدوا حوايج من عندكم، ونزيدوا نحطوا ايضا زيت الزيتون والخضر تاعنا اللي درناها. ومن بعد نخلطوا اللحم تاعنا مليح مليح حتى يتجانس كليا مع هذيك الخضر. طبعا هنا الحشو تاعكم تقدروا تطيبوه، اللي يحب يطيبوه يطيبوه، تقليوا البصل والفلفل شوي، ومن بعد زيدوا له اللحم المفروم، ومن بعد الطماطم. انا هنا اخترت هذه الطريقه لانها سهله التحضير يعني. ومن بعد نروحوا نحضروا حشو تاع البطاطا، سهل جدا، نحطوا جبن الشيدار مع البطاطا، ونزيدوا ايضا البهارات، ونزيدوا ايضا كميه الجبن الكريمي، وتقدروا تزيدوا لها حوايج اخرين كما تحبوا نتوما، كما المعدنوس، كما البهارات اخرى يعني مختلفه. ومن بعد تخلطوها مليح وتخليوها على جنب.
كما تشوفوا بعد ما تطلع العجينة تاعنا نحطها فوق البلون طرافاي، ومن بعد نخرجوا منها الهواء اللي فيها، ومن بعد نقسموا العجينة تاعنا الى 10 قطع متساوية ونشكلوها كريات كما تشوفوا. ومن بعد نبداو نشكلوا المملحات تاعنا. طريقة سهلة جدا، يعني كما تشوفوا واضحة جدا في الفيديو. تحلوا قطعة العجين بهذا الشكل، ومن بعد تهزوا الموس وتفتحوا العجينة تاعكم بهذا الشكل كما تشوفوا، ومن بعد تحطوا الحشو تاعكم في الوسط، ومن بعد تعدلوه بيديكم مليح كما تشوفوا. ومن بعد شكلوا العجينة تاعكم كما موضح في الفيديو. وهذه النتيجة تاعها، يعني سهلة جدا. ونكملوا الكريات العجينة تاعنا كل بنفس الطريقة. وكيف كيف تانا تاع البطاطا ديروها بنفس الطريقة، يعني ما فيها حتى اختلاف. كما تشوفوا كي تكملوهم الكل تحطوهم فوق البلاطو اللي راح يدخل للفور، وتخليوهم واحد 15 دقائق كاك حتى يطلعوا شوية. بعد ما يطلعوا الخبز تاعنا كما تشوفوا ندهنوهم بصفار البيض اللي كنا خليناه قبل. انا نزيد له ملعقة صغيرة تاع زيت وملعقة صغيرة تاع حليب وندهن به. بعد ما تكملوهم الكل تحطوهم في فرن شاعل من الفوق لتحت على 190 درجة لمدة بين 30-45 دقيقة، يعني حسب نوعية الفرن، حتى تشوفوهم تحمروا شوية ثم تخرجوهم. وكما تشوفوا هنايا بعد ما خرجتهم من الفور خليتهم بردوا شويه برك ويكونوا جاهزين للتقديم. يعني وصفه تهبل تهبل، العجينه تجي بنينه ياسر، وشوفوا شكلهم تانا كيفاه يجي ظريف ومليح، وفي نفس الوقت البنه تاعهم هايله. يعني ننصحكم تجربوها، مش راح تندموا عليها. وايضا سهل التحضير، والحشو تانا تقدروا تبدلوه كيما تحبوا نتوما. وهذه الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقولهم من درك بصحتكم. كي تجربوها ما تنساوش تخليوا لي كومونتير باش نشوف كيفاه جاتكم ونشوف ارائكم. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.